السلام عليكم. بالنسبة لي سحب رأس مال من منصة موبايل، العديد من الإخوان يعني يتحدثون عن هل أستطيع سحب رأس مال أم لا. صراحة الإخوان أنا لم أجرب أن أسحب رأس مال، كما ترون إذا قمت بالذهاب إلى هذا المكان فقمت بإيداع في هذا الحساب، كما ترون قمت بإيداع 181 وقمت بإضافة إليه أيضا 20 دولار، وبعد ذلك قمت بإضافة أيضا 260 دولار حتى أصبح المبلغ أعتقد 460 دولار، وقمت بشراء VIP ب10 دولار. VIP قمت بشرائه من هذا المكان، قمت بشراء VIP من هذا المكان ب10 دولار. انظر هنا VIP هنا ب10 دولار حتى أستطيع هنا حتى أستطيع أن أقوم بشراء المنتجات الأخرى، حتى أستطيع أن أقوم بشراء منتج ب450 دولار الذي موجود هو في هذا المكان. إذا قمت بالضغط على هذا المكان هكذا ستجد هنا VIP 2، سأقوم بالضغط عليه ثم قم بالنزول إلى الأسفل، ستجد هذا موجود في VIP 2. ننظر هنا VIP 2 حتى أستطيع أن أقوم بشراء هذا المنتج وأربح 31 دولار كل 36 ساعة. يجب أن أقوم بشراء VIP. إذا قمت بشراء VIP 2 ب10 دولار وتبقى لدي 540 دولار، وقمت بشراء هذا المنتج وأربح كل 36 ساعة 31 دولار. الآن سأريكم يعني كم سحبت تقريبا من المنصة. سأقوم بالذهاب إلى هذا المكان يعني بعيدا عن الإحالة الإخوان، يعني فأنا استثمرت مالي بطبيعة الحال. يعني هنا سأقوم بالذهاب إلى هذا المكان، يعني سأقوم بالضغط على ترانزاكشن هنا ثم أقوم بالضغط هنا على ويدرو. هنا الإخوان كما ترى قمت بسحب 77 دولار، يعني أسحب مرة ثانية، يعني قمت باقتناء منتج للمرة المرة الأولى والمرة الثانية. بعد ذلك عندما تكون لدي 31 دولار زائد 31 دولار أقوم بسحب كما ترى في هذا المكان أيضا، وهنا وهنا، يعني دائما أقوم بالسحب كما ترى في هذا المكان. تقريبا سحبت 300 دولار أو شيء من هذا القبيل، يعني تبقى لدي تقريبا 150 دولار لكي أستطيع استرجاع رأس مال الخاص بي، وبعد ذلك أدخل في الأرباح. يعني ما أقوم بسحبه بعد ذلك سيكون أرباح فقط، يعني 31 دولار كل 36 ساعة، كل 36 ساعة. هذه هي الطريقة الإخوان. صراحة أنا عندما دخلت في المنصة يعني لم تكن لدي فكرة أنني أن أدخل وأسحب رأس مال خاص بي، يعني الفكرة كانت أني سأدخل يعني برأس مال معين طب الحال أستغني عن هذا الرأس مال، وإذا أقوم بسحب بناء الموقع وأقوم بعد الاستثمار إلى ما لا نهاية، أقوم بعد الاستثمار إلى ما لا نهاية دائما سأستفيد منها. طبعا الحال يعني منصة يعني جديدة، يعني منصة في البداية أغلب الناس لا يعرفها بطبيعة الحال، لكن هي جيدة صراحة من الناحية يعني بالنسبة للإخوان اللي هم لديهم مبلغ معين ويريدون بطبيعة الحال استثماره من أجل جلب. بطبيعة الحال هنا تكون مغامرة، لكن بطبيعة الحال يمكنك الربح من هذه. يعني أنتم تعلمون الإخوان أن العمل أونلاين ليس بشيء مضمون 100%، لكن فعلا هناك أرباح، فعلا هناك أرباح، ودائما فالشخص الذي سيربح هو الشخص الذي يعني الشخص المغامر، سواء كنت في العملة الرقمية أو كنت في استثمار في شركة أو في الأسهم وما إلى ذلك. لأن مثلا عندما تقوم بالدخول في صفقة فليس هناك يقين 100% أنك ستنجح الصفقة مثلا في الاستثمار في العملة الرقمية. أنا أتداول بشكل يومي الإخوان، أتداول بشكل يومي، وبطبيعة الحال تكون لديك مؤشرات ويكون لديك بطبيعة الحال تحليل فني وتحليل أساسي وأيضا الكثير من الأمور التي تستند عليها من أجل دخول في صفقة معينة، لكن لا يكون لديك يقين 100% أن الصفقة ستنجح، فربما حدث معين أو خبر معين سيعكس عليك السوق وتخسر بطبيعة الحال. إذا هنا دائما الإخوان يعني نقوم بتوكل على الله بداية ثم دخول والاستثمار. أما إذا أردت أن تجد شيء مضمون 100% شيء لا توجد فيه خسارة فيعني صراحة ماذا أقول لك صديقي، يعني أعتقد أنك لن تجد هذا الأمر أبدا، ستنتظر مدى الحياة ولن تجد هذا الأمر، لن تجد الأمر المضمون 100%. أعطيك أنا أبسط الأمور ليست مضمونة، حتى العمل في أرض الواقع ليس مضمون، يعني ممكن أن يتم طردك من طرف المدير أمر. إذن أنا تقريبا الآن فالإخوان الذي دخلوا معي في البداية فيعني هنيئا لهم، يعني سنستمر طبيعة الحال في إعادة استثمار رأس مال الخاص بنا ونأخذ الأرباح، وهكذا أنا سأستمر على هذا الحال، سأستمر على هذا الحال. وأيضا تأخذ أيضا عمولة على الإخوان الذي تحيلهم إلى الموقع. كم هي نسبة العمولة الإخوان؟ العمولة تأخذها على الأرباح ليس على الإيداعات. حتى وإن قمت بدعوة شخص الآن وقام باستثمار 1000 دولار لن أخذ
العمولة على $1000، سأخذ العمولة عندما يقوم بالسحب فقط، عندما مثلا إذا قام بسحب مثلا عندما يقوم بسحب مثلا $50 أو شيء من هذا القبيل، أخذ 10% ليس من أرباحه وإنما الشركة تقدمها لك عندما يقوم هو بالربح. إذا لم يربح هو أنت لن تربح، يعني ليس مثل المواقع الأخرى فقط شخص تجلبه فقط لك، عندما يقوم الإيداع في الموقع أو في الشركة مباشرة تأخذ العمولة، هنا لا، حتى يسحب يعني تأخذ عن السحوب. نصور لكم إثبات سحب الذي قمت به في الفيديو القادم عندما قمت بالسحب، يعني هذه $77 موجودة هنا، وصلتني بطبعة الحال وشاركت هذا الأمر مع الإخوان في التليجرام، وسأريكم الإثبات الآن من داخل الباينانس، وأيضا سنقوم بسحب من جديد بطبيعة الحال، أو سنقوم بإعادة شراء المنتج، وأيضا سيكون لدينا بعض من المال، يعني سنقوم بتأكيد المنتج ونقوم بشرائه من جديد، وننتظر أن يتم يعني أن تنتهي 36 ساعة مرة ثانية، ثم نقوم بالسحب من جديد تقريبا $60 أو $70 الذي ستأتينا بعد مرور يعني 3 أيام. انتهت مدة 36 ساعة، الآن أستطيع يعني أسترجع $31، وسأقوم بإعادة استثمار رأس مال الخصم الذي هو $450، أقوم بالتحديد في IP2 هنا، أو تقوم بالذهاب إلى فينيش، ستجد هنا المنتج الخاص بك كما ترى هنا، سأقوم بتأكيده فقط كونفيرم، وسأخذ يعني سيتم تحويل الرأس مال والأرباح إلى البالانس. هنا أقوم بالذهاب إلى الصفحة الرئيسية وإلى مي، أنا أقوم بالضغط على البروفيل الخاص بي هنا، أقوم ب نعم سأوريكم الآن يعني لدي هنا $11 قبل أن أقوم بتأكيد المنتج. الآن سأقوم بالرجوع إلى فينيش، أقوم بالتأكيد المنتج، وسيتم إضافة المبلغ إلى $11، أي سيتم إضافة $450 و $31 التي هي ربح إلى $11، وهذا هو المجموع الذي سيكون لدينا. سنقوم بالرجوع إلى البروفيل أو مي، هذا هو المجموع الإخوان كما ترى في هذا المكان. الآن ماذا سأفعل؟ سأقوم بإعادة استثمار بطبيعة الحال من جديد $450، وستبقى لدي هذه الأرباح، لن أقوم بسحبها الآن في هذا الفيديو، يعني سأنتظر أن تنتهي هذه الباقة الثانية التي سأقوم باقتنائها الآن مرة أخرى، يعني بعد مرور 36 ساعة يعني يوم ونصف، ثم أقوم بالسحب من جديد. هنا المنتج الإخوان أقوم بتأكيده بالضغط على كونفيرم كما ترى هنا، تأكيد الأمر، تم الأمر بنجاح. تجد أقوم بالدخول إلى هنا، أقوم ب يعني الضغط على هذا الأمر حتى يتم العد التنازلي، يعني بعد مرور 36 ساعة الآن سينتهي هذا العرض، وسأخذ الأرباح الخاص بي. إذن أمر جيد جدا. إذا قمنا بالرجوع الآن إلى الصفحة الرئيسية سنجد الأرباح الخاص بي لا تزال لدي في البالانس، أستطيع أن أقوم بسحبها الآن، لكن لا داعي لسحب الآن وغدا، سأنتظر يعني أن يعني حتى تجلب $31 أخرى. هذه هي محفظة الباينانس الخاصة بي كما ترون، هذه هي يعني الإثبات السحب، سحبت $77، تم اقتطاع $4 كرسوم التحويل، ثم توصلت ب $73، وهذا هو التاريخ الإخوان. وهنا يعني إثبات آخر يعني الذي قمت به طبعا سابقا $77 أيضا، وتم اقتطاع $4 وتوصلت ب $73، وهذه أيضا من موفا وما إلى ذلك. يعني دخلنا إلى الجروب الخاص بالتليجرام سنجد أيضا أن بعض الإخوة هنا لديهم إثباتات سحب، انظر هنا هذا الشخص يقوم بالسحب دائما، انظر هنا سحب 42، هنا $24، هنا 24 مرة أخرى، 23، 21 وما إلى ذلك. يعني بالنسبة للإخوان الذين يستطيعون تسجيل الدخول إلى الشركة المنصة أو يصلهم يعني رمز OTP ليتواصلون معي، سأقوم بالتواصل مع يعني بطبيعة الحال مع المنصة، وسنحاول يعني أن يعطينا التنسيق الصحيح للأرقام التي هي خارج شمال إفريقيا. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.